السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية يا شباب، حياكم الله جميعا. لا أدري من اللي متواجد في البث أو قد أحد أو لا، لكن أتمنى أن يتم التعميم علشان توصل رسالتنا إلى القضاء في وطننا المجروح هذا، أتمنى أن تصل الرسالة وأن توصلوها أنتم بأيديكم إلى القضاء. فاليوم موضوعنا موضوع الشهيد المغدور به أو الفنان الراحل الفقيد نادر الجرادي. حياكم الله يا رجال، حياكم الله. لحظة من فضلكم بس يتم تعميم هذا من عندنا وانتم عمموا من عندكم لكي تصل رسالتنا من أجل ضحايا الناس الآخرين اللي بيبيعوا ما تحتهم ما فوقهم من أجل المطالبة بحق، وهم على حق وشيء واضح وضوح الشمس. فأتمنى أن توصلوا رسالتنا. أولا أدعي الجميع، أنا أول قبل ما أفتح موضوع القضاء نبدأ الموضوع أنا أبدأ بنفسي، أنا إسماعيل الجهمي أبدأ بنفسي أنا، إنه علشان نكون واقفين مع أسرة الشهيد أو الفقيد الفنان الراحل نادر الجرادي، أنا أقدم لابنه هدية بحكم طبعا بحكم الظروف التي جميعا كلنا نعلم بها، ظروف لا يعلم بها إلا الله. أقدم هدية مني أنا ب300,000 ريال مهداة مني، هدية لابن الفنان الراحل نادر الجرادي. ومن أراد أنا بتوصل لهم بطريقتي، وعندي أشخاص في صنعاء يعني أخليهم يوصلوا حقي إلى أيدي والدة الفنان الراحل أو ابنه وأهله، وأنتم من أستطاع أن يصل إليه، وإحنا بحاول قدر المستطاع أنه أطرح رقم مثلا أخوه أو هذا اللي يوصل، أو معك طريقة أنت بنفسك أنك توصل له شيء رحمة ورأفة بأهله وما قد وصل بهم الحال. فأتمنى أن الجميع يتعاون في هذا الموضوع، هذا واجبنا تجاه الفنان الراحل هذا. وثانيا والرسالة المهمة جدا، طبعا اليوم ايش اللي خلانا نفتح الموضوع، موضوع الفنان الراحل. اليوم تم القصاص او تنفيذ القصاص بقتلت او قاتل الفقيد نادر الجرادي بعد 10 سنوات. تخيلوا رجل مظلوم، راح فنان راح يحيي عرسهم وتم قتله داخل الصالة، ظلم وعدوان وأمام الناس وأمام الله وخلق الله، وقتلوه أردوه قتيل هناك، ولا حد الآن 10 سنوات بعد ما باعوا أمه وأهله، باعوا ما تحتهم ما فوقهم علشان ينفذوا حكم الله. تخيلوا إلى أين وصل قبح القضاء في اليمن، وغيرها عشرات من القضايا، عشرات بل مئات وآلاف. يعني القضاء هذا هو اللي يرد او اللي يكون رادع يعني على المظلوم، على المظلومين من الظلمة ومن القاتلين او العكس. الان اصبح علشان انك تطلع حقك او يطلع لك حكم في حق مشروع لك، لازم انك تبيع ما تحتك وما فوقك، لازم انك تخسر بيتك ومالك وما ملكت يعني ما أسرتك كلها. هذا الشيء اللي فعلا يقهر. يعني 10 سنوات هم يتابعوا القضاء ما بين محاماة وما بين يعني شرايع وما بين فلان وما بين وساطات، من أجل أن يثبتوا أو يحققوا حكم قد شرع الله، يعني واضح ما فيش فيه أي لبس أو أي تمويه أو أي ما فيش واضح في قتل، يعني في 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 وضح في وضح اليوم وامام الناس وفي صاله قضاء. هذا القضاء الذي اصبح الان يمثل سيف مغروس في في في, في رقبه المواطن وفي رقبه المظلوم، وبالرغم انه من المفترض من القضاء هذا انه يكون سلاح المظلومين، سلاح المظلومين من الناس اللي يتجبروا عليهم واللي يعني يتنكفوا بهم واللي ايش وقبل فترة عاملين يعني ضجة على القضاء انهم هم وعاملين يعني مش عارف ايش والقضاء الاعلى
إضراب وما إضراب على إن الناس بيهاجموهم أو إنه طيب يا جماعة الخير هذا قضية نادر الجرادي هذا خير مثال خير مثال لآلاف القضايا يا جماعة الخير والله إن إحنا نعرف كلنا وعلى ما ظننا اللي متواجدين الآن في البث كلهم يعرفوا ناس أو إحنا منهم اللي لهم في المحاكم على جربة من 20 ومن 25 سنة جربة ولا على 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 الصفح ولا على طلحة ولا على وعشرات السنوات ما بين يعني وكيل الشريعة وهذا يشتي وحمود يشتي وصالح يشتي ويا ريت وين قدك تدي وتخرج لا طريق. طيب الناس اللي قد معه واللي بطافته انه يشارع قد يعني معه فلوس قد بيه. طيب الناس مثل امثال هذا الفنان نادر الجرادي واولاده واهله من وين يجيبوا لكم يعني علشان ياخذوا بحق ولدهم اللي قتل في عز شبابه وهو رايح يحيلهم فرح لازم يبيعوا كل ما تحتهم ما فوقهم. تقوى الله يا قضاه تقوى الله تقوى الله في الناس تقوى الله في الاحكام تقوى الله في الانفس المظلومه تقوى الله فدعوه المظلوم لا ترد. تقوى الله والله اذا ما بتصيبكم انتم باجي في اولادكم وفي اهلكم. تقوى الله في الناس انتم قضاه انتم امام الله وامام الناس وانتم المفترض بكم ان تكونوا رزع للمظلومين مش تكونوا والله العظيم ان الشيء محزن ومبكي بعد اي شيء يجي لك حتى لو المشكله شوف مثل الان مثل اسره الشهيد الفنان نادر الجرادي حتى ولو تم انصافهم بس بعد ايش بعد ما قد باعوا ما تحتهم ما فوقهم. لكن احنا من جهتنا كيمنيين وأخوة أنا بادرت بنفسي أنا وبدأت بنفسي وإن شاء الله أوصلها إليهم في هذا اليومين بإذن الواحد الأحد وبطريقتي إليهم شخصيا إلى ابنه. وأنتم من أراد أو من بيده أو من يستطيع أن يصل فهذا واجبنا تجاه هذا الأسرة المكلومة المظلومة اللي قد باعت ما تحتها وما فوقها إن إحنا نمد يد العون لهم ونكون سند في هذا الوقت العصيب. رحم الله الفقيد الراحل نادر الجرادي وتغمده وتغمد أمة المسلمين جميعا بواسع رحمته ورسالتنا إلى القضاء. أقسم بالله العظيم إنه كما تدين تدان وإن الأيام تدور وإنه إذا لم تدفعها أنت إذا ما بانتش المصيبة فيك أنت من ظلم الناس باتبان في أهلك مصائب الناس هذه مش لعبة مظلومية الناس مش لعبة. اتقوى الله في الناس انصفوا. أنت لما تصير تتكلم عند ناس أو تحكم بين الناس أنت أصبحت الآن محمل كامل المسؤولية أمام الله وأمام الناس وأنتم مفترض أنكم تكونوا العمود الفقري للدولة. إذا قد أنتم هكذا وتماطلوا الناس بعشرات السنين في قضايا واضحة وصريحة خلينا من الشرائع وما شرائع قد إحنا بس في قضايا واضحة هذه وصريحة يعني لو كان معه فلوس أو أهلهم معه فلوس اللي هو نادر الجرادي ما كانت بتطول هكذا. لكن هم يعني هذا وما كانوا شو يضخوا وكانوا اضطروا إنهم يبيعوا ما تحتهم ما فوقهم علشان تنطقوا لهم بالحكم وتنفذوه. الله المستعان الله المستعان على كل قاضي ظالم على كل قاضي يتحمل قضية وما ينصف فيها ويطبق حكم الله يعني وما يقول رب العالمين. الله المستعان. وأتمنى من الجميع أن تصل رسالتنا وأن نقوم بواجبنا وكل واحد بطريقته إلى أهلنا أهل نادر الجرادي. تحياتي لكم أخوكم إسماعيل الجهمي.